رحب بكم يا حبايبي مع إحدى مشاريع شركة جوينت هنا في المعبيلة الجنوبية. المشروع عبارة عن مقهى، ولكن حاجة كده حلوة جدا. باش مهندس، أولا مبروك ما شاء الله، تصميم يعني مع تنفيذ. طالب مجهود مجموعة من الشباب ما شاء الله، كنا اجتهدنا مع بعض ما شاء الله، الحمد لله توفقنا في هذا المشروع. هذه عبارة عن وش باشمهندس؟ عشان جلسة ظريفة كذا بسيطة لاستقبال الزبائن بعد الطلب، عبس ينتظر انتظار يعني. روعة جدا. ايش تخصص يعني، هم متخصصين في وش المقهى بالضبط؟ المقهى متخصصين، صاحب المقهى شاب عماني زميل، هو اصلا لهاوي في القهوة، حاب انه هو يبرز قهوته بمنتج عماني وبأفكاره الخاصة. نعم إن شاء الله. يحاول إنه يكون له محمصة أساس يجهز البن ويجيبه هنا ويقدم القهوة بطريقته الخاصة يعني. إن شاء الله. وهو ما شاء الله عليه يعني. خبرة في هذا المجال. نعم. زين باشمهندس، إذا تشرح لنا شوي عن التوزيع الأماكن الجلوس وكذا، هذا علم. نعم. هذا علم يحتاج متخصصين. نعم. صراحة. صحيح. طبعا نحن خططنا المكان مثل ما شرحنا، انه هي عباره عن تقريبا 3 محلات، وقسمنا طريقه الجلوس بطريقه تنظيميه، الواحد يحس باريحيه وهو جالس، مكان ما يكون كض يعني على ضجه. صح، حتى انا شايف قال قصد نتمشى ومرتاحين. مرتاحين نعم. وش اسمه الجلسة هذه مثلا، هنا قلنا نسويها جلسة شوية مختلفة عن الجلسات العادية، فالتصميم بالكامل وتنفيذه محلي، ما عدا الأثاث، الطاولات هذه هي جاهزة، بس بقية الأشياء. أنت قصدك بس هذه الطاولات. أما الأشياء الثانية هذه من عندكم؟ من عندنا، تفصيل وتصميم وتفصيل يعني. إن شاء الله. طبعا تقسيم الجلسات حبينا ان احنا نقسم الى 3 اقسام، القسم اليمين هذا اللي شرحناه قبل شوي، القسم اللي في النص جلسات عاديه بسيطه، والاخر الامام هناك هي جلسه عباره عن جلسه استثنائيه. نعم. فيها اظن هذاك لازم تحجز، يقول ما غير هذيك الجلسه. ما شاء الله ما شاء الله. فبهالطريقه يعني. روعه جدا باشمهندس. وشفت في هنا لقطة صراحة، اللي جالس أشوفها اليوم أنا ما شفت في المقاهي الثانية صراحة. لا، حبينا أن نحن ننوع جلسات كثيرة. هني جلسة عبارة عن كاونتر، حلو، تقديم يقدم القهوة من هناك يعني، وفي نفس اللحظة يشوف عملية تجهيز القهوة وكذا. أيوة، في ناس تحب هذا الشيء. هذا الشيء نعم. ممتاز جدا. وطبعا أنا شفت ولاحظت الإضاءات الجميلة باشمهندس، سواء الارضيه او الجايه على. نعم. الجدران. نعم. حبينا ان نحن طبعا اختصاصنا، نحن دائما نحب نلعب بالانارات، فحبينا ان نحن ننوع طريقه الانارات من الارضيه، من الجدران، من السقف، فبطريقه ما ممكن ان الواحد يلعب بالثيم تبع المكان، يغيره من 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 شكل الى شكل فقط بتغيير الانارات. نعم. يعني وطبعا هذه تتغير الوانها على الكورنات. نعم. هذه اللي في الزوايا هي عباره عن جهاز، عفوا، LED، مع ممكن تغيير الاضاءه يعني بشتى الوان. ما شاء الله. لا، روعه باشمهندس ما شاء الله. طبعا ما تكلمنا عن الكهرباء والتسليكات، هذا كله من اختصاصنا، لان انتم في الاصل مخاولين. نعم. أيوه. نعم. ما شاء الله. فنحن لما نصمم المكان، نصمم توزيع الانارات، نصمم توزيع التكييف، فحسبنا من المساحات وكذا، فالمكان كفى 3 اجهزه تكييف. وشفت اخترتم طبعا هو الكاسيت. ايوه. جدا جدا مناسب. الثيم تقريبا اندستريال يعني، كونتمبرري على اندستريال، فعاده الاندستريال في السقف يكون مكشوف. أيوة. واضح وكذا، فحبينا نستخدم هذا النوع من التكييف. ولاحظت في كذا ناس اقبال على هذا الثيم. نعم. أيوة. نعم. فعلا. هو لانه سريع في التنفيذ وشكله مش بطال طبعا بعد الصبغ وكذا، اللون الاسود. والارتفاع انتم تركتوا الارتفاع مثل ما هو كذا بلعن. أيوة. هو هذا يعطي يوحي المكان انه كبير وواسع يعني. نعم.
يعني بالرغم من التحديات للمكان نفسه، لان هذه عماره عاديه جدا، هي عباره عن محلات، بالرغم من التحديات بس انتم قدرتوا ما شاء الله مع التصميم ان تنفذوا لنا كذا شيء جميل وشيء ونتيجه للمساحه. وطبعا انتم يعني لما تشتغلوا تشتغلوا مع صاحب المكان أكيد. وتاخذوا الافكار أكيد. من البدايه اكيد طبعا نحن عندنا دراسه مبدئيه مع صاحب المكان، يشرح لنا متطلباته، من بعد كذا نحن نبدا نصمم وناخذ ونعطي لحد ما نوصل للنتيجه النهائيه، من بعدها نبدا في التنفيذ. وطبعا هو لكل زبون ميزانية معينة طبعا من المساحات والميزانية، فنحن نصمم الموضوع، فهذا على حسب ميزانية صاحب المكان يعني. ما شاء الله. لا حلو جدا باشمهندس. وطبعا انت ذكرت لي ان في الأرضية كان في خيارات مختلفة جدا. أيوة. نعم. كانت الأساس إنه الأرضية إيبوكسي كونكريت فلورينج عشان يكون إندستريال يعني. أكثر. أيوة. 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 بس طلعاً للموضوع أكثر من الميزانية هذا، فاضطرينا إن نروح للبديل. البديل هو بورسلين تايلز على الشكل الخرساني. نعم. أشكرك جدا يا باشمهندس، وبارك الله فيكم ومبارك عليكم الشغل الجامد هذا. شكراً. الله يبارك فيك يا باشا، أحسنت، بارك الله فيك.